والآن وقفة اقتصادية من نشرة التاسعة مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا نادينة فكري وشكرا أميرة العقدة، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أكدت الحكومة حرصها على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات التركية العاملة في مصر والأخرى التي تستهدف التواجد بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال اختتام وزير التجارة والصناعة أحمد سمير زيارته الحالية للعاصمة التركية أنقرة، التي انتهت بعقد سلسلة من اللقاءات مكثفة مع مسؤولي كبريات الشركات التركية الراغبة في دخول الاستثمارات في السوق المصرية في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والنسيج والسجاد. انطلقت بالعاصمة الأردنية عمان أعمال الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء للدورة 31 من اللجنة المصرية الأردنية المشتركة، التي تنعقد بدءا من اليوم وحتى الاثنين المقبل، وذلك تمهيدا لانعقاد اللجنة العليا برئاسة رئيسي وزراء البلدين. يأتي ذلك في ضوء حرص البلدين على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لدفع جهود التنمية المشترك. هذا ويناقش وفداء الخبراء من البلدين مختلف مجالات التعاون ذات الأولوية بين البلدين والوثائق المقترحة التوقيع عليها خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي. ذكرت هيئة قناة السويس أن أعمال الإنقاذ البحري جارية للتعامل مع حادث تصادم الناقلة China Gas Legend والقاطرة فهد، إحدى القاطرات التابعة للهيئة، بالكيلومتر 51 بمنطقة البلاح والذي أسفر عن غرق القاطرة. أوضحت الهيئة أن التصادم وقع خلال عبور الناقلة ضمن قافلة الجنوب مع القاطرة فهد، ما أدى إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه ومن ثم غرقها. أضافت الهيئة أنه على الفور تم دفع فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة لإنقاذ طاقم القاطرة المكون من 7 أفراد، حيث لا تزال أعمال الإنقاذ جارية، كما تم الدفع بالرافعة إنقاذ لإجراء أعمال انتشال القاطرة، مشيرة إلى أنه جار إعداد تقرير مفصل عن أسباب الحادث والاطمئنان على حالة الطاقم. أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن القناة حققت أرقاما غير مسبوقة لتصل إلى 9 مليارات و400 مليون دولار في السنة المالية 2022-2023، وهو أكبر دخل حققته القناة في تاريخها. أضاف رئيس الهيئة أن القناة حققت زيادة غير مسبوقة بلغت نحو 35% عن السنة السابقة. وفي حواره مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أشار رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع إلى أن تلك الزيادة تعود لعدة أسباب من بينها حفر قناة السويس الجديدة. حرصت الدولة على تطوير محور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية وإقامة مشروعات تنموية جاذبة للاستثمارات الأجنبية. تشهد قناة السويس مشروع توسعة القطاع الجنوبي الذي يؤدي إلى استيعاب السفن من 6 إلى 8 سفن يومياً. مكانة دولية خاصة تكتسبها قناة السويس باعتبارها شريانا وممرا ملاحيا رئيسيا لحركة التجارة العالمية، وما توفره من تسهيلات وخدمات ملاحية للسفن والناقلات العابرة تتواكب مع المتغيرات والتطورات المختلفة في منظومة النقل البحري. إنجازات عديدة حققتها قناة السويس مؤخراً، حيث أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أن القناة حققت هذا العام لأول مرة إيرادات بلغت 9.4 مليار دولار، تطوير مستمر يشهده المجرى الملاحي لقناة السويس، إذ تمت إقامة 5 جراشات إضافية بجانب 5 الموجودين بالفعل، وذلك حتى لا يتم تعطيل الأمن المستدام لقناة السويس. كما تشهد قناة السويس مشروع توسعة القطاع الجنوبي الذي يؤدي إلى استيعاب السفن من 6 إلى 8 سفن يومياً، فضلاً عن وصول المجرى الملاحي لاستيعاب 107 سفن يومياً من قافلتي الشمال والجنوب.
بالنسبة لمشروع تطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس، فقد تم تنفيذ 94% من إجمالي أعمال التكريك بمشروع التوسعة والتعميق الجاري تنفيذه. وأوضح رئيس الهيئة أن نسبة الإنجاز بالجزء الثاني بموقع مشروع ازدواج القناة بمنطقة البحيرات المرة الصغرى بلغت 53.5%. النتائج الأولية للجدوى الفنية لمشروع تطوير القطاع الجنوبي باتت ملموسة إلى حد كبير للسفن العابرة للقناة من الاتجاهين، إذ قدمت مواقف ملاحية عديدة برهاناً عملياً على ذلك، منها نجاح جهود الهيئة في تجنب حدوث جنوح لناقلة البترول العملاقة سويس آيس سوبريم بعد انحرافها عن مسارها في خط المنتصف نتيجة عطل مفاجئ، لتتمكن السفينة من إعادة ضبط موقعها في منتصف القناة وتجنب الجنوح بفضل اتساع عرض المسطح المائي. كما نجحت قناة السويس في التعامل مع حادث انحراف سفينة البضائع العامة ليدي دي عن خط المنتصف، وذلك خلال عبورها للقناة، ما تطلب ربطها بشكل آمن عند ضفة القناة في الجزء الشرقي الذي تم توسعته دون التأثير على حركة الملاحة للسفن التالية. هذا إلى جانب حرص الدولة على تطوير محور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية وإقامة مشروعات تنموية جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وذلك في إطار استراتيجية شاملة لتحويله إلى مركز لوجستي عالمي للإمداد والتموين، وذلك في وقت يتنامى فيه الاحتياج العالمي لتسهيل حركة التجارة وسلاسل الإمداد. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط لتواصل تحقيق المكاسب للأسبوع السادس على التوالي بعدما قررت السعودية وروسيا خفضاً للإمدادات حتى نهاية الشهر المقبل، ما زاد من مخاوف نقص المعروض. وارتفعت العقود الأجل لخام برنت بنسبة 1.3% لتسجل 86 دولار و24 سنت للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.6% ليسجل نحو 82 دولار و82 سنت للبرميل. في المقابل انخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 36% لتصل إلى 3.06 دولار للتر، بينما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 47% لتسجل نحو 2.58 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أثر إعصار دكسوري الذي ضرب شمال الصين هذا الأسبوع على إمدادات الوقود الأساسي في البلاد، حيث هبط الطلب بشكل ملحوظ ما اضطر المصانع إلى وقف الإنتاج أو الحد منه بسبب الطقس الكارثي. وذكرت جمعية نقل وتوزيع الفحم الصينية أن استهلاك الفحم اليومي لمولدات الكهرباء تراجع بشكل غير متوقع في المناطق الساحلية هذا الأسبوع. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لأميرة ودينا لاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا لك فاطمة خليل.